الحقيقة الفقرة دي مهمة جدا كمان للناس اللي متجوزة أو في علاقة. احنا النهاردة بنتكلم عن الشخص النرجسي. الحقيقة يمكن الشخص النرجسي من أصعب الشخصيات اللي ممكن تتعامل معها في حياتك لأسباب كتير جدا. إنه شخص لا يقبل النقد، ولو حتى بينه وبين نفسه كده حس إنه هو غلطان ما يقدرش يقول لمراته، ولا هو يقدر يقول لمراته إن أنا غلطان. دايما بيتكبر دايما، ودايما بيبقى عنده مشكلة نفسية. إنه هو شخص مغرور على طول، ما بيحبش يكون غلطان. وكمان لما بيكون بقى شغال في مكان، دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا. عشان كده النهاردة لازم نعرف الآراء السليمة في الموضوع ده. عشان كده النهاردة منورنا من داخل الاستوديو الأستاذة زهرة غنام، استشاري الصحة النفسية، وأستاذ يوسف عماد، كاتب وصانع محتوى. أهلا بيكم ومنورنا. أهلا بيك. يمكن الفقرة دي مهمة جدا، لأن دايما زي ما قلت في البداية الشخص النرجسي بيبقى عنده مشكلة جدا خصوصا في العلاقات. هو شخص دايما بيبقى حاسس ان هو عنده انجازات كبيره جدا، يمكن ما حققش نجاحات في حياته، بس لازم يقول انا هو انا موجود. فايه رايكم في الشخص النرجسي؟ تمام، نبدا الاول باستاذه زهره. تمام. طيب احنا اول حاجه هنبدا بيها نقول صفات الشخصيه النرجسيه. صفات الشخصيه النرجسيه: هو شخص اناني، شخص مغرور، شخص بيتميز بالكبر الشديد، ما بيعترفش نهائيا ان هو غلطان، بيحب يصاحب الناس اللي هم في ذو سلطه عشان يقول انا هو انا كيان، انا شخص عندي، بيحب يلفت الانظار شويه. بالظبط. فيقول لك انا اشوفوا الناس اللي انا مصاحبهم عاملين ازاي، شوفوا الناس اللي انا في علاقه معاهم عاملين ازاي. ما بيحبش الا نفسه، عنده حب الذات كبير جدا، ما بيعرفش يعني ايه مشاعر، ما يعرفش يعني ايه حب. يعني ناس كتير بنسال هو الشخص النرجسي بيحس بالناس؟ هو لا، هو ما بيفهمش المشاعر وما بيحسهاش. لا يعني انا دايما يعني اسمع عن الشخص النرجسي ده ان هو ما بيتعاطفش مع الاخرين. لا. ولا مع الشريكه، يعني لو هو مثلا متجوز او خاطب واحده ما بيحسش بيها، دايما يحس بس بنفسه. فدي مشكله كبيره جدا. اولا واخيرا يعني هو ممكن يغلط ويعتذر، ممكن يعتذر، بس انت لو جيتي غلطتي في حقه لا يمكن ابدا يقبل الاهانه، او يقبل ان هو يعتذر لك على اي حاجه انت بتعمليها، او انت مثلا بتقولي له انا اسفه انا عملت كذا. لا، ما فيش اعتذار، يعني ما بيقبلش الاعتذار طبعا. نروح للاستاذ يوسف. استاذ يوسف، ان الشخص النرجسي اللي انا قلت عليه دلوقتي اكيد بيبقى السلوك ده مكتسب من الصغر، وبيبقى ممكن في مشكله في التربيه. ايه الاسباب اللي ممكن يكون وصلته ان هو يكون شخص نرجسي؟ هو تقريبا ما فيش اي حد في الدنيا كلها ما عداش عليه فتره كان نرجسي فيها. احنا كلنا كنا نرجسيين فتره من الفترات. بس الفكره كلها في انك ازاي تقدر تتخطى المرحله دي، لان هي مرحله موجوده. ما فيش اي حد، اي حد اترقى في شغله بيبقى نرجسي. اي حد خد نجمه وهو في المدرسه، المدرسه اديته نجمه دون عن صحابه قالت له انت شاطر وسقفوا له، بقى نرجسي. الفكره كلها في ان هو ضحيه شويه، ضحيه بيئه محيطه بيه، ممكن تكون من اول الام اللي هي صغيره بتقول له انت عظيم، انت جميل، انت احسن واحد في الدنيا، انت اجمد واحد في الدنيا. في فرق كبير قوي بان انا اربي ابني او الشخص على ان هو انت اديك ثقه واقول لك ان انت كويس وان انا واثق فيك انك هتعمل احسن حاجه، ممكن نروح لحته ثانيه، وبان انا احسسك ان انت احسن حد في الدنيا. فاكيد طبعا هي سلوك مكتسب من كل الحاجات الموجودة حوالين كل البشر. وفي نفس الوقت السوشيال ميديا دلوقتي بقت من أكتر الحاجات اللي بتساعدنا كلنا إن إحنا نبقى نرجسيين. إحنا معانا دلوقتي في الاستوديو راجل ومعانا ست. أستاذة زهرة، من وجهة نظرك إن الست دايماً بتبقى نرجسية أكتر ولا الرجل؟ هسأل أستاذة زهرة وبعد كده أرجع لحضرتك. لا، هو الرجل في الغالبية العظمى هي الرجل. وفي حاجة كمان هرد فيها على أستاذ يوسف، هي النرجسية أصلاً بتيجي منين؟ هي مش عشان الأم بس بتعظم في الابن أو الولد، لا، هي أصلاً بتيجي وراثة، لأن السلوك سؤال كلام مهم مش جداً. عاجبك تقريباً. ده بقى كلام علمياً بقى، تمام؟ السلوك بيتورث. لما أنا بشوف حاجة معينة، لأن ده في الصحة النفسية بنقول السلوك إمتى بيتحول لاضطراب، لأن الشخصية النرجسية أصلاً هو اضطراب الشخصية النرجسية. إزاي بيكون عندي اضطراب شخصية نرجسية؟ إن أنا شفت سلوك بيتكرر قدامي كتير، فأنا خدته تورثته، فبقى عندي. الشخصية النرجسية هي ضحية أب وأم نرجسيين، وبعد كده بيتحول السلوك ده بيكبر معايا طبعا، وبيبقى هو ممكن يبقى رافضه أصلا، يعني هو رافض تصرفات الأب، رافض تصرفات الأم. بس غصب عنه حاجة عايشة جواه. بالظبط. لما بيجي يتجوز كل الصفات النرجسية اللي هو عاش فيها سواء مع الأب أو مع الأم
غصب عنه هو بياخدها ويطلع كل ده على شريكة حياته اللي احنا بنسميها الفريسة بتاعته أو الضحية اللي هو بيختارها. انت جاي مستحلفة للرجالة هنا في الحلقة. أستاذ يوسف رأيك إيه؟ لا خلاص، الموضوع نسبي طبعا، الموضوع نسبي. ممكن يكون في راجل أكيد نرجسي وأكيد في ست نرجسية، يعني الموضوع ما فيش فيهم حد أكتر من التاني، الموضوع نسبي جدا. ممكن تكون ست وهي أكتر حد نرجسي في الدنيا، ممكن هتلر يكون نرجسي. هتلر كان قدامه كل الجنود دي كلها تحت أمره. الواحد لما بيبقى عنده مدير أعمال بيخلص له شغله بيحس نفسه ان هو كل الحاجات دي كلها. فتخيل انا هتلر ده وما كانش نرجسي، كان المفروض نوديه الدكتور نفسي اصلا طبعا. هو وقتها هنحس ان في مشكله، انت ازاي مش نرجسي يعني. فالموضوع كله نسبي. لو كان برضو مكان هتلر واحده ست اكيد كانت هتبقى نرجسيه جدا جدا لو هي قدامها كل دول. طيب انا قلت في بدايه الفقره ان من اصعب السلوكيات اللي ممكن حد يتعامل معاها الشخص اللي عنده او مكتسب للسلوك اللي هو النرجسي. امتى اتعاملت مع ست عندها سلوك نرجسي او هي عندها اضطراب كده نرجسي، وازاي اتعاملت معاه بما انك انت فاهم وخبره طبعا في الموضوع ده؟ اكيد اي مديره بتكون في الشغل اكيد بتبقى نرجسيه في الاغلب، 90% بيكون نرجسيين. بس ازاي تقدر تتعامل معاها؟ بانك الصراحه انا بحاول ان انا اتجنب شويه نقطه ان انا ادخل في يعني ممكن تتجاهل السلوك ده خالص وتبين ان انت مش واخد بالك منه. لازم يكون في من اللامبالاه كبيره جدا برضو. في نفس الوقت ما تضايقش حته الايجو اللي عندها، يعني ما بقاش لامبالي لدرجه ان هي تتضايق انت ازاي مش شايفني يعني انا فلانه. لا خالص، ممكن يكون في مجاملات كويسه جدا عشان تحاول ان انت تشبع عندها حته الايجو دي. وفي نفس الوقت لو انا شخصيه نرجسيه، يعني في شخصيات نرجسيه اتعامل معاهم في العالم عموما سواء كانت ست او راجل، بحاول ان انا اتعامل معاهم ان لا انتوا مش اجمد حد في العالم، يعني اكيد في حد احسن منكم.